معرفش. تعالي معايا. والنبي عم محمود لا تقلب لها الحاجه بتاعتها في الارض. يلا عاشوره ورز بلبن. عاشوره ورز بلبن جميلين قوي وطعمهم حلو قوي. يلا كل سنه وانتم طيبين. عاشوره ورز بلبن كل سنه وانتم طيبين. يلا عاشوره. يلا عاشوره ورز بلبن. لو سمحت. نعم. ما تعرفيش عربيه النهارده مش هتمشي؟ عربيه استاذ محمود دي مش هتمشي النهارده عشان دي اجازه. طب ماشي شكرا بشكرك بجد. انت عاوزاها ليه؟ عشان انا عايزه احط الحاجات دي عليها عشان ايدي وجعتني. ماشي. ماشي شكرا. بس انت متاكده؟ انا متاكده النهارده اجازه. ماشي. يلا عاشوره. ماما. نعم يا غزل. يعني ايه عاشوره يا ماما؟ زي الرز بلبن كده يا حبيبتي. ماما. نعم. هو ممكن ادوقها؟ ممكن تدوقيها بس بشرط يا غزل. ايه يا ماما؟ هو هبص عليها ولو نظيفه هخليكي تاكليها، مش نظيفه مش هخليكي تاكليها. ماشي يا ماما. تعالي يا حبيبتي. ازيك يا طنط؟ ازيك حبيبتي؟ انا عندي رز بلبن وعندي عاشوره. ماشي. ادينا واحد رز بلبن وواحد عاشوره. ماشي يا طنط. شكلك ان انت نظيفه يعني. اه يا طنط. ولابسه جوانتي و... وايه اللبس الحلو ده؟ ربنا يخليكي يا طنط. خدي يا غزل. دوقي العشوره كده يا حبيبتي. خدي معلقه. عجبك؟ كلي يا غزل. ما عجبكيش خدي الرز بلبن. ماشي. كلي عشوره بمناسبه موسم العشوره. شكرا. يلا. الله ده حلو قوي يا ماما. حلو يا غزل؟ اه. بالهنا والشفا يا غزل. وانا هدوق الرز بلبن. ماشي. الاثنين احلى من بعض. ربنا يخليكي. حلو قوي. انا عايزه ادوق العشوره بقى. العشوره حلوه قوي بصراحه. انا عجبتني العشوره اكتر. اجيب لك واحد عشوره تاني؟ هاكل رز بلبن واخد العشوره معايا البيت. كلي يلا يا غزل. الله. قولي لها تسلم ايدك. تسلم ايدك. الله يسلمك. تسلم ايدك والله حلو قوي. الله يسلمك. ممكن تديني بقى اتنين عشوره؟ اه طبعا. اتفضلي. شكرا يا حبيبتي. ماما. نعم. اجيبيلي من اللبس ده حلو قوي يا ماما. حاضر اجيبلك من اللبس ده يا غزل. انا اسمي الشيف امنية. ازيك يا شيف امنية؟ حركاته وتكاته وجماله. شكرا. كده كام يا حبيبتي؟ 40 جنيه. ماشي اتفضلي. شكرا. انت بتقفي هنا على طول؟ اه ده مكاني. خلاص ماشي. عاوزه حاجة؟ لا عسل. يلا. باي يا شيف امنية. باي باي يا حبيبتي. يلا يا غزل يا حبيبتي. يلا رز بلبن وعاشورة الشيف أمنية. يلا حركاته وتكاته وجماله. رز بلبن عاشورة ورز بلبن. أنا عاوزة واحد. عايزة عاشورة ولا عايزة رز بلبن؟ لا أنا عاوزة واحد من العاشورة وواحد من رز بلبن. بصي هو ما ينفعش، أنت بس تاخدي واحد وأنا هدولك يا ستي هدية مني ليكي. بصي أنا هاخد الاتنين. شوفي أنت بقى. لا هو ما ينفعش، اديكي واحد بس هديه. عايزه رز بلبن ولا عايزه عاشوره؟ خلي بالك اللي ما بيسمعش كلام سكا بيشوف ايام سودا. اعملي اللي انت عايزاه. يعني معلش اخر كلام. اخر كلام. طب ماشي. ماشي. يلا عاشوره ورز بلبن. عاشوره ورز بلبن حلوين قوي. يلا عاشوره ورز بلبن. يا بابا. ايه يا حبيبتي؟ بلبن. طب تعالي حبيبتي. هو ده رز بلبن؟ اه يا عمو عندي رز بلبن وعندي عاشوره. عندك عاشوره كمان؟ اه. يعني ايه عاشوره يا بابا؟ شبه الرز بلبن بالظبط. فكرتيني بستي والله. كانت كل سنه تعمل لنا حله عاشوره. بس دلوقتي كبرت في السن بقى. بس على فكره يا عمو العاشوره بتاعتي جميله قوي.
حاجة نظيفة يعني؟ اه يا عم. يا عم محمود، عم محمود، عم محمود، يا عم محمود. نعم يا بنت. في ايه يا سوق؟ ايه يا عم محمود؟ في واحدة فرشة على العربية بتاعتك رز بلبن وعشورة ولزقت لك العربية. العربية أنا؟ اه. مين قال لها دي؟ معرفش. تعالي معايا. والنبي يا عم محمود لا تقلب لها الحاجة بتاعتها في الأرض. أنا هقلبها وأكسرها كمان هي كمان. يلا. فين عاشور؟ حاضر. بكام الواحد يا حبيبتي؟ ب 10 جنيه يا عم. ماشي. اتفضل. شكرا. عفوا عليك. بسم الله. جميل قوي. تسلم ايد امك. الله ده طعمه جميل قوي يا بابا. والله فكرتيني بستي بالظبط. حلو يا عمو. ايه رايك يا مكة؟ طعمها جميل قوي يا بابا. حلو صح؟ اه. جميل قوي والله. حلو يا عمو. وعايز اتنين عاشوره بقى اخدهم البيت. حاضر. لازم ادور لامك. اتفضل يا عم. ثواني اكل يا حبيبي. على مهلك يا عم. مش عايزين اكل ولا ايه؟ لا يا عم طبعا. تسلم ايدك والله. كم كده يا حبيبي؟ كده يا عم 40 جنيه. 40 جنيه؟ اه. اتفضلي. شكرا يا عم. لا عفوا يا حبيبي. اتفضل. مش عايز اي حاجه؟ لا على سلامتك. ايه رايك بقى في العاشوره؟ طعمها جميل قوي يا بابا. حلوه صح؟ اه. يلا بينا يا حبيبتي. امك هتفرح بيها قوي. اه. يلا عندي عاشوره ورز بلبن. عاشوره ورز بلبن حلوين قوي. ببيع عاشوره بموسم العاشوره. يلا عاشوره. ازيك يا قمر عامله ايه؟ الحمد لله يا طنط. العاشوره دي بقى انت بتجيبيها جاهزه ولا انت اللي بتعمليها؟ لا يا طنط، ماما اللي بتعملها. بجد؟ وعلى فكره ماما بتعملها حلو قوي. استني يا روزه بجد؟ اه والله. اكيد بتعملها حلو. ما هي بنوتتها قمر ولابسه جوانتي وهدومها جميله، اكيد لازم تبقى جميله. يا طنط اهم حاجه في الاكل النظافه. انت باين عليكي عسل. طب عايزه اتنين عاشوره. طيب وعندي رز بلبن لو عايزه. لا خلينا عاشوره، بقالي كتير ما اكلتهاش. تمام. جميلة باين عليها نظيفة. بكام الواحدة؟ الواحدة ب 10 جنيه. طيب يا ستي اتفضلي. شكرا. اتفضلي المعلقة. ربنا يخليكي. شكرا. عفوا عليكي. هاتي افتحي لك يا رب. دوقي بقى يا روزة أحلى عاشورة. طعمها تحفه رهيبه. قولي ماما يسلم ايديها. حاضر. انت بقى هنا على طول؟ اه يا طنط. خلاص كل يوم هيجي اكل من عندك عشوه. ربنا يخليك يا طنط يا رب. حلو؟ قولي. فين دي؟ اهي يا عم محمود. انا عاوز افهم بقى اللي انت عاملاه ده. في يا عم اللي انت عاملاه ده؟ اللي انا بعمله دي عربيتي. هي دي عربيه ابوكي عشان تفرشي عليها؟ دي عربيتك يا عم. اه عربيتي. تفرشي عليها ليه يا عم؟ انا ما فرتش. وبهدلت العربيه ليه؟ بس يا عم بص يا عم. اسمعك ايه وزفت ايه؟ انا بس عشان ايدك كانت وجعاني فانا حطيتها هنا بس. معلش انا ايدي كانت وجعاني خالص صدقني. والله العظيم لولا ده اكل كنت كبتولك على الارض كله. بص يا استاذ، يا استاذ بالراحه بس عليها شويه. يا ستي بصي اعملي ايه في العربيه؟ انا وانت طيب النهارده موسم. شجعها اشتري منها، قول لها بالراحه شيلي حاجتك من على العربيه. لا مفيش الكلام دوت. ليه بس؟ عشان دي لو كانت عربيتك كنت زمانك قلبت لها الحاجات. صدقني كنت هكلمها بالراحه. والله ابدا. انا بقول لك والله ابدا. طيب بالراحه عليها، هي هتشيل حاجاتها دلوقتي. مفيش حاجه اسمها بالراحه والنبي بعد اذنك. بعدك ست الكل. ماشي يلا بتشيل الحاجات دي. حاضر. دي واحده لو ما شلتيش الحاجات دي هكبها لك في وشك. شيليها وهفتحها وكبها عليك. شيليها. اسمعي مني. شيليها. شيليها. اسمعي مني. ست اسمعي كلامي يا ست. بصي بهدلتي العربيه. انا ما عملتش
ولزقت لي الدنيا. خلاص صحيه لا يودي مين دوت يعني. انا اسفه سامحني حقك على الخلاص. طب يلا امشي من هنا. هتقولي اسفه ومش اسفه بالراحه عليها هتستفيدي ليه؟ يا استاذ انا عماله وانا اعرفك. بص انا عماله اكلمك بالراحه وانت وحضرتك بالله عليك خالص. انا مش عاوز اتكلم معاك خلي بالك بالله عليك ماشي. ايه الاسلوب الوحش ده؟ استنى استنى سيبيه مفيش حاجه انا هحاسبك عليه. ليه يا طنط ذنبك ايه؟ لا انا هحاسب عليهم. انت زي بنتي برضو. بصي عايزه اقول لك حاجه بصراحه. انت شيل منك كده عشان تقيله عليكي باين عليها. بصي يا حبيبه قلبي انت غلطانه لسبب واحد. مفروض مثلا قبل ما تحطي صينيتك على عربيه حد استاذني قولي ينفع ولا ما ينفعش. ما انا قلت للبنت اللي كانت معايا دي قالت لي ان استاذ محمود النهارده مش هياكله. يا حبيبه قلبي انت شايفاها عماله تقول لك احسن ازاي؟ اسمعيش كلام حد غير من صاحب العربيه اللي انت عايز تحطي عليها. ولا احسن لك في فكره عندي حلوه قوي. ايه رايك؟ ايه بصي يا حبيبتي انا ساكنه في العماره اللي قدام دي. ايه رايك تيجي تقعدي عندنا قدام الترابيزه واحط لك ترابيزه وكرسي واقعدي قدام العماره؟ بجد يا طنط؟ بجد يا حبيبتي. ومفيش حد هيزعقلي ولا اي حد هيضايقك. هو اساسا راجل ساكن في فيلا وعنده عربيه وانه ياخد الاكل كده من غير ما يحسب عليه ويزعق كمان ده ما عندهوش دم. ربنا يسامحه. تعالي معايا. بجد يا طنط انا اسمك ايه بقى؟ انا اسمي امنيه. الله على اسم امنيه العسل ده. انا بشكرك قوي مش عارفه اشكرك ازاي. يلا بينا عشان انا شكلي هاكل العشوره دي كلها. كل اللي انت عايزاه. ايه دي تعالي يا رزه. خبطتك يا رزه؟ عادي يا رزه براحتي. عم محمود هات واحد يا بنت. واحد يغوي في داهيه يا بنت تمشي. انا غلطانه يعني؟ غلطانه في ايه؟ واخر مره تيجي تنادي عليا انت استباحتك زفت زفت. اللي استباح بوشك ده يبقى استباحته زفت زيك. يلا امشي غوي في داهيه من هنا. انت مارده. في شكلك. انا غلطانه يعني؟ يا ريتني كنت خدت منها الواحد. لازم اقول اتنين يعني. ده انا طماعه قوي كان نفسي ادوقه.